مرحبا بكم في قناة تحفة تيوبا. حذفوا الخريطة ولا يلعبون بدونها بعد أن نفذوا خططهم الدنيئة. ولن تصدق لماذا حذفوا الخريطة من القميص رسميا ويتورطون مع الجزائر، فكيف وقعوا في الفخ الذي نصبوه للجزائر؟ البداية مع المفاجأة المدوية مع إدراك المغرب ولقجة حجم الورطة التي وضع نفسه فيها، وأن تلك الخريطة كلما يحاول وضعها ضد أي نادي إفريقي إدارة نادي نهضة بركان بحذف الخريطة من القميص، ودعاوي الجزائريين كما يقول كثيرون خرجت في نادي نهضة بركان المغربي مع إقصائهم رسميا من أول الأدوار في المغرب وبدء العقوبات تقترب. في ملعب خمسة جويلة الأولمبي لا تشاهدون دخول بدونها. قرار صدم العياشة ووضع لقجع في ورطة ويوضح تخبطه، حيث بات جليا أن الزوبعة التي أثرها نادي نهضة بركان بارتدائه القميص يضم خريطة الأراضي الصحراوية المحتلة لم يعد له هدف سوى إثارة الفتنة واختلاق أزمة بين الجزائر والمغرب. فسهرت تقوم بشيوخهم بنسائهم ببناتهم من كأس العرش بركلات ترجيح أمام الجيش الملكي، وارتدى لاعب الفريق قمصانا خاليا من الخريطة الوهمية التي أصروا أن تكون في القمصان التي ارتدوها في كأس الطرف. حاليا هذا الأمر يخدم الجزائر والاتحاد في شكوى، فالآن حذف نهضة بركان المغربي الخريطة من أقمصته، وواضح أنهم تعمدوا أمام اتحاد العاصمة ووضعها لعلمه تلك الخريطة، ما يعني أنها خطة مدبرة ومتعمدة طفرها لقجع مع الكاف ليؤهل فريق بلده بدون جهد ولا لعب أي حتى مباراة مع الجزائر. وبما أنهم أزلوا الخريطة الآن، لماذا لم يزلوها أمام الاتحاد ويلعبوا المباراة؟ فهذه أحد أبرز الخرجات التي فضحت المراقبون أن تراجع المغرب الآن وبدأ اللعب بدون تلك الخريطة لبدء تعويض جماهيرهم والعياش على هذا الأمر، لأن لقجع يريد تجنب الدخول بذلك القميص واللعب به مجددا ضد أي أندية عربية في ملعب خمسة جويلية الأولمبي لا تشاهدون التي تتعمد الصحراء الغربية. كلهم سوف يرفضون مواجهة نهضة بركان ولا أي نادي مغربي آخر يضع تلك الخريطة الوهمية مستقبلا. وطبعا هذا التراجع جاء منه أيضا تمهيدا لعدم التصعيد ضد الأندية المصرية وخاصة الزمالك التي كانوا يظنون المغرب أنهم سيواجهونه في النهائي. تقوم بشيوخهم بنسائهم ببناتهم. أما الآن فكلام آخر مع قرار محكمة طاس الجديد بفتح تحقيق، تتغير الأمور بسرعة والمغرب كما هو معلوم يستند على النقود الذي كسبه محمد السادس منذ تطبيعه ونيله الامتيازات كولسة واضحة، وحان الوقت لينهار صنم موتسيبي والأقجاع المبني على الكولسة والفساد والمؤامرات. فحتى مغاربة صدموا من قرار نهضة بركان بحذف الخريطة الآن بعد كل الضجة والتعنت الأخيرين ضد الجزائر. جماهير الزمالك تحذر وتتوعد لقجع بالرد الصارم ورفض تكرار سيناريو اتحاد العاصمة معهم، فكيف فضحوه وماذا سيفعلون مع نهضة بركان مع موقف مصر الذي صدم محمد السادس وفاجأ الرئيس تبون؟ بداية وبعد السيناريو الثاني الذي نفذه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم مع الكاف تحديدا مع صديقه موتسيبي ضد فريق اتحاد العاصمة الذي تعرض لظلم كبير، ولازال الاتحاد يريد استعادة حقه في ظل تواطؤ الكاف مع لقجع. أما ومع بدء لقجع محاولة تكرار نفس السيناريو وتهديدات مغربية للمصريين بأنهم سيفوزون بالنهائي دون لعبه إذا قام نادي الزمالك بمحاولة منع فريق نهضة بركان من اللعب بالقميص الذي يحمل الخريطة، أي أنهم باتوا يستفزون خصومهم ومن يعترض على الخريطة الوهمية يعلنون أنهم سيفوزون عليه دون اللعب كما فعلوا تماما مع اتحاد العاصمة الجزائري ما دامت الكاف غير نزيهة ومتواطئة مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع. هذه التحذيرات من المغرب استفزت جماهير الزمالك وتوعدوا بالرد الصارم بحال حاولوا تكرار نفس السيناريو مع فريقهم، مؤكدين أن لقجع يجهل قوة الاتحاد المصري لكرة القدم في الكاف والتي هي متغلغلة فيه، وحتى أن قررت مصر منعه من اللعب بالخريطة الوهمية فلن يلعبوا إلا بدونها أو الخسارة لهم وليس للزمالك، ولن يفرطوا في حقهم مهما كانوا وسيضغطون على الكاف إن لن يجرؤ كما هو معلوم حسب مراقبين موتسيبي على فعلها مع مصر خاصة مع نفوذها في الكاف. ولو انضمت مصر لصف الجزائر فسينفضح موتسيبي وكل تواطؤه مع المغرب. جماهير الزمالك أطلقت تحذيرات لفريق نهضة بركان المغربي مؤكدين أن إدارتهم لو قررت أن تمنع نهضة بركان اللعب بالخريطة الوهمية فعليهم أن يلتزموا، وأصلا الأمر لم يتم حسمه بعد وقد يتأهل فريق اتحاد العاصمة أو يتم إجراء مباراة نهائية فاصلة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة لتحديد من سيلعب النهائي إذا نجحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في الجهود التي تفعلها الآن لاستعادة حق الاتحاد.
فمن غير المعقول أن يفوز نهضة بركان بالكأس دون لعب أي مباراة لا في النصف النهائي ولا في النهائي لو تكرر سيناريو انتحار العاصمة، مع العلم أن إدارة نادي الزمالك سجلت موقفا مشرف رافضة التواطؤ مع الأقجع ومنعته حتى من محاولة تورطهم أو حتى استغلالهم في مخططه الدنيا، إذ لا تزال الأنظار موجهة للضغوطات التي تقوم بها الفاف الجزائرية لمحاولة استرجاع حق فريق اتحاد العاصمة المسروق من الأقجع. طبعا مستقبلا مع استمرار الملك المغربي في تسييس المباريات والرياضة يكون يدفع بالرياضة الإفريقية والمنافسات إلى الهوية والمهازل المتكررة، لهذا وجب وضعه عند حده وردعه من هذا التسييس الدنيء للرياضة والمؤامرات التي وصلت الآن منه لكرة القدم، فهو استحق العقوبات التي فرضها عليها الرئيس بون، ويثبت محمد سادس في كل مرة أنه فعلا غدار ولا يؤتمن ولا ثقة فيه، وهو الذي يتحالف مع أي جهة تعادل الجزائر. تكتل الملك المغربي ينهار سريعا ويفشل مع رفض السنغال، ووزير الخارجية أحمد عطاف يقطع الطريق عليه بخرجة مدوية مع السنغال وموريتانيا، بداية دولة السنغال الشقيقة ترفض طلب محمد سادس وتتمسك بالجزائر، مع محاولة الملك المغربي محمد سادس مؤخرا إقناع دول إفريقية مجاورة لتشكيل تكتل جديد يحاول من خلاله أن ينافس التكتل الذي أنشأته الجزائر مع كل من ليبيا وتونس الشقيقتين، كما يحاول الملك المغربي أن يقنع موريتانيا ليتعرض لصدمة كبيرة منه هو الآخر. وقبل ذلك السنغال الآن توجه ضربة قوية للنظام المغربي وترفض الغدر بالجزائر، مشيرة بشكل واضح رفض السنغال لمقترح محمد السادس الذي روج لهذا الأمر إعلامه بخرجة وتعاونت واتفاقيات تاريخية أبرمتها مع الجزائر. وتعلن السنغال عزمها التحالف مع الجزائر والوصول بشراكات وتعاونات لنقطة لم يصلها البلدان من قبل، إذ انهار مخطط محمد السادس سريعا ويتعرض إعلامه لانتكاسة جديدة، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف مكالمة هاتفية مع وزير الإدماج الإفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال. المكالمة هذه وتحرك عطاف أسد الخارجية الجزائرية كان حاسما وحساسا في وقت مناسب سواء مع السنغال وحتى مع موريتانيا، وتبدل الطرفان الجزائري والسنغالي عزمهما على تنفيذ أهداف ثنائية كبيرة. تنوي السنغال التحالف بشكل غير مسبوق مع الجزائر وبتعاونات تاريخية، مؤكدا على الإدارة السياسية والعزيمة الراسخة خاصة لرئيسي البلدين في إدخال العلاقة الأخوية القائمة بين الجزائر والسنغال في مرحلة جديدة من التضامن الكبير والتعاون المعزز في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين. أما وبخصوص موريتانيا فنفس الأمر أحرجت محمد السادس بخرجة قوية كاشفة كذب إعلامه بكل صراحة،